السلام عليكم. ما زلت أذكر أستاذي الذي أشرف علي في مرحلة الماجستير، جزاه الله خيرا، عندما أمسك بإحدى الخطط المقترحة للماجستير، وكان وقتها يطلبون منا 3 خطط. المهم نظر في هذه الخطط ثم وضع يده على جزء صغير منها وأشار لهذا الجزء وقال هنا عملك. استغربت، تأملت بهذه الخطة، قرأتها، فعلا هذا الجزء الصغير الذي أشار إليه أستاذي المشرف كان هنا العمل، والباقي كله تكرار لمن سبقنا من الباحثين. إخواني، انتشرت في ديار المسلمين ولله الحمد ظاهرة رائعة، وهي ظاهرة الدراسات العليا، الماجستير والدكتوراه. سأذكر في هذه الحلقة إن شاء الله 4 ملاحظات بحيث تساهم البحوث والدراسات في نهضة أمتنا إن شاء الله تعالى. الملاحظة الأولى، علينا أن نشجع الباحثين على الإبداع والإجتهاد الجديد. ماذا نقصد بالإبداع هنا؟ نقصد بالإبداع إيجاد المفقود وتطوير الموجود. إيجاد المفقود يعني الحلول المفقودة للمشاكل التي نعاني منها، فيكون الحل هو المفقود. تطوير الموجود يعني الحلول موجودة والباحث اخترع أو اكتشف حلول أكثر فائدة فطور الحلول الموجودة. عندها تتطور البحوث العلمية وينعكس ذلك على الحياة العملية والعلمية، فتتطور الأنظمة والأفكار والمنتجات فتنهض البلاد. لكن بعض الجامدين حتى ممن يحملون الألقاب العلمية، فمنهم الدكتور فلان والبروفيسور فلان، ويشرفون على الباحثين ويشاركون في مناقشة هذه البحوث، يناقشون الدكتوراه ويناقشون الماجستير، مع الأسف يخرجون البحوث عن مقصودها وهدفها وفائدتها الحقيقية، فيمنعون الباحث من الترجيح أو إبداء الرأي، بل يوبخونه وربما يسخرون منه لو ظهرت شخصيته أكثر مما ينبغي. يا أخي، بدلا من تشجيعه على الاجتهاد والاكتشاف والإبداع والإتيان بجديد، أنت توبخه على هذا؟ حتى إن أحد الدكاترة كان يقول الترجيح بين أقوال العلماء قلة أدب. طبعا بمعيار هذا الدكتور كل علمائنا حاشاهم من قليلي الأدب، فكتبهم طافحة بترجيح بين المذاهب، أحيانا ضمن المذهب الواحد، أحيانا ضمن المدرسة الفكرية الواحدة، وفيها ردود على من يخالفهم. بهذا المنهج الجامد يفقد البحث العلمي فائدته وهدفه. الملاحظة الثانية، الاختصار والتركيز في البحوث والدراسات على موضع الإشكال وموضع الإبداع. يجب أن نعمل على أن تصبح بحوثنا دائما مركزة بدلا من ركام الأوراق التي يخلو الكثير منها من العطاء الجديد. فكثير من الكتب الإبداعية وأحدثت ضجة ونقلة نوعية في الوسط العلمي عبارة عن مقالة أو كتيب صغير، لكننا قوم مفتونين بالكمية على حساب النوعية، كما يقول أستاذنا الدكتور عبد الكريم بكار. فعندنا التفاخر بعدد الصفحات لا بنوعية الكتابة والجديد فيها، ولطالما سمعنا أن الجامعات العلمية المرموقة تعطي درجة الدكتوراه على بحث صغير، أحيانا على ورقة حل مسألة واحدة إذا كان حلا جديدا وفيه إبداع. فلا نحتاج لتكرار المعلومات التي سبقت دراستها وليس لنا فيها رأي جديد، وذلك لعدة أسباب. ذكرت تفصيل هذه الأسباب في مقالة منشورة على الإنترنت بعنوان دكتوراه ببضع صفحات. الملاحظة الثالثة، ألا ينشغل الباحثون بالبحوث والدراسات التي لا يحتاجها واقعنا. وهنا نقترح وجود مؤسسة وسيطة مهمتها جمع العناوين والمشاكل من مختلف القطاعات الحكومية والقطاعات الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، نأتي بالمشاكل من عندهم والبحوث التي يحتاجونها لحل مشاكلهم ولمساعدتهم على تطوير أدائهم، فيجمعون هذه الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة، ومن طرف آخر يأتي طلبة الدراسات العليا لأخذ العناوين المطلوبة للواقع، فنحقق خدمة متبادلة للطالب الذي يبحث عن موضوع لبحثه وللمؤسسة التي تبحث عن بحوث لتطوير نفسها وحل مشكلاتها. كما يمكن أن ترعى الجهة التي تحتاج بحث أن ترعى الطالب ماديا لينجز لها بحثا وحلولا لمشاكلها التي قد تكلفه 3 أو 4 سنوات من العمل البحثي الشاق. الملاحظة الرابعة، ضرورة نشر الدراسات والأبحاث حتى يستفيد منها الناس. فبعد الانتهاء من البحث ومناقشة اللجنة العلمية ونيل الطالب الدرجة العلمية، لا يجد كثير من الباحثين دارا تطبع بحثه، فيبقى البحث حبيس الأدراج أو في ملف إلكتروني في أحد الحواسيب لا يستفيد منه أحد. على الأقل انشروه إلكترونيا، فالنشر الإلكتروني لا يكلف
شيئا، وإلا فما فائدة هذا البحث إذا لم يأخذ طريقه للنشر والتطبيق في الواقع وتطوير هذا الواقع؟ إذن نحتاج مؤسسة تقوم بأربع خدمات. أولا، تكون صلة وصل بين الباحثين وبين المؤسسات التي تحتاج إلى حلول. ثانيا، حل مشاكل الواقع والتطوير فيه. ثالثا، نشر بحوث الباحثين. رابعا، نشر ثقافة الدراسات والبحوث العلمية. بصراحة عندنا ضعف شديد بكمية ونوعية الدراسات والبحوث، فالدراسات الأكاديمية ذات النوعية الراقية نكسب منها أمرين اثنين: المنهج والمنتج. المنهج الذي يحمله الباحثون الأكاديميون في عقولهم، وهي المناهج العلمية التي يطبقونها في بحوثهم. والأمر الثاني الذي نكسبه المنتج، وهي بحوث نوعية راقية تساهم في تطوير واقعنا حتى نستعيد حضارة أمتنا إن شاء الله. السلام عليكم.